النشرة الاقتصادية تأتيكم برعاية مجموعة جي اف اتش المالية، الشركة الرائدة في إدارة الأصول. أعلن مصرف البحرين المركزي بأنه تم تغطية الإصدار رقم 282 من صكوك السلم الإسلامية الحكومية قصيرة الأجل التي يصدرها نيابة عن حكومة مملكة البحرين، وتبلغ قيمة الإصدار 43 مليون دينار بحريني لفترة استحقاق 91 يوما تبدأ في 9 من أكتوبر 2024 إلى 8 من يناير 2025، ويبلغ العائد المتوقع لهذه الصكوك 95%، علما بأنه قد تمت تغطية الإصدار بنسبة 207%. أنهت بورصة البحرين تعاملات جلسة يوم الاثنين على تراجع بضغط تراجع قطاعي السلع الاستهلاكية الكمالية والمال. ومع ختام تعاملات الاثنين تراجع المؤشر العام بنسبة 11% إلى مستوى 2000 ونقطة واحدة. وشهدت بورصة البحرين تعاملات تجاوزت 130,000 سهم بقيمة تجاوزت 71,000 دينار. وتراجع قطاع المال مع هبوط سهم بنك السلام وشركة البحرين للتسهيلات التجارية. وهبط قطاع السلع الاستهلاكية الكمالية بضغط تراجع سهم مجموعة فنادق الخليج. والآن مع أداء الأسواق المالية الخليجية. قال طلال عبد العزيز الشميسي الرئيس التنفيذي لنادي الصقور السعودي أن معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2024 أصبح منصة أعمال دولية رائدة مع مشاركة أكثر من 400 جهة عارضة يمثلون 45 دولة في نسخة هذا العام، ما يسهم في جذب المستثمرين والزوار من مختلف دول العالم. وأشار الشميسي إلى أنه تم توزيع مساحة المعرض بثلاثة أضعاف مساحته في السنوات السابقة نتيجة الإقبال الكبير من الشركات والزوار، مضيفا أن معرض الصقور والصيد السعودي أصبح وجهة اقتصادية متميزة توفر فرصا تجارية فريدة للشركات المحلية والدولية، ما يسهم في تعزيز مكانة السعودية كوجهة للأعمال والاستثمار. والآن مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية وأبرز العملات العالمية. وقعت سريلانكا اتفاقا مع البنك الدولي للحصول على قرض بقيمة 200 مليون دولار مرتبط بإصلاحات اقتصادية لدعم الميزانية. وذكر البنك الدولي وفقا لما نقلته وكالة بلومبيرغ أن الإصلاحات تشمل إقرار قانون لإدارة الدين العام وتضييق حدود الاقتراض الفردي للبنوك والإلغاء التدريجي للرسوم شبه الجمركية وخفض الرسوم الجمركية. وأوضح أن الاتفاق يدعم المشاريع المتعلقة بالحماية الاجتماعية والحد من التمييز على أساس النوع الاجتماعي.